تم تداول فيديو أحدث ضجة كبيرة وأغضب المتابعين. الفيديو أظهر مرافقو المرضى المراجعين لمستشفى الصدر في بغداد يستخدمون المهفات لتهوية المرضى بسبب عطل أجهزة التبريد. لنشاهد سويا. مشاهدينا، أرى كثيرة أيضا وتعليقات كثيرة جاءت على هذا الفيديو. عقيل المالكي قال: فوق ضيم المريض ماكو كهرباء، معقولة الفشل الإداري يوصل لهالدرجة؟ معقولة ما قدرتوا توفرون مولدة؟ معقولة آخر همكم المواطن وراحته بهالبلد؟ أم مريم: أستغرب من الناس المتعجبة وتنتقد، ليش؟ هو شنو الجديد بالموضوع؟ العراق كل شيء بالمقلوب، ولا حسيب ولا رقيب، نعرف من زمان اللي يريد يموت يروح للمستشفى. أما حسين المحمداوي فقال: زين هسه الكهرباء ماكو، المولد مال المستشفى وين؟ والله هاي مهزلة بمعنى الكلمة واستهزاء واضح بالإنسان والإنسانية. شو وقت راح نصحى على زماننا ونطالب بالتغيير ونشيل الفاسد من هالبلد؟